شكرا أخي محمد، نقلتونا كعادتكم الإبداعية في نبض البلد من جرش الصاخبة بالفرح إلى البحر الميت الحزين بسبب انحسار شاطئ البحر الميت، ويخلف ما يخلف من ظواهر طبيعية منها الحفر الانهدامية والخصفية. وبدأت هذه الظواهر تعبر عن ذاتها. كانت المياه الحمراء التي فسرت على أساس أنها مياه مصاحبة لطبقة أرضية تحتوي على أكاسيد من الحديد والمغنيسيوم، وهذا ما ثبت بالأمس عندما ظهرت نتائج تحليل عينات المياه الموجودة بجانب البحر الميت. أما المياه السوداء التي ظهرت أيضا بالأمس فهي على الأغلب أو قريب من الدقة بأن تكون من الطينة السوداء الموجودة في البحر الميت أو متسمى بلاك مد الموجودة في البحر الميت، التي تتكون من مواد عضوية قد يصاحبها كبريت نظرا لوجود رائحة منفرة أيضا موجودة في هذه التربة الطينية، اختلطت في مياه موجودة هنالك، إما أن تكون مياه جوفية خرجت إلى السطح أو من آثار الشتاء الذي هطل بالأمس إذا وصل لتلك المنطقة من خلال الأودية التي تصب في البحر الميت. جرفت هذه التربة الطينية وألقت فيها في البحر الميت حكما أعتقد أنه ليس نفط، لأن ليش مش نفط؟ ما هو إحنا يعني الناس اللي هناك بتقول لك نفط، ليش إحنا حسبنا أنه مش نفط؟ لماذا نحسم أنه ليس نفطا؟ النفط يتواجد على أعماق كبيرة داخل باطن الأرض. سلوك النفط عند أو عند وصوله إلى الماء مختلف عن الطين أو التربة الطينية من حيث الكثافة ومن حيث ظهور بعض الألوان. وبكل الأحوال وزارة المياه وسلطة وادي الأردن أخذت عينات لغايات التحليل ستظهر غد أو بعد غد. يا أستاذ صخر، آخر المية الحمراء قاعدة أسبوعين ونحن نستنى في النتيجة بصراحة. هذه مختلفة أخي محمد، وبالتالي ما أكاد أجزم بأنها تربة طينية أو الطينة السوداء الموجودة في البحر الميت. إذا بتنتبه للفيديو إذا موجود عند حضراتكم، بتكون إذا شفت آخر التربة الطينية عندما وصلت إلى مياه البحر غاصت في الأعماق، كثافتها مرتفعة وبالتالي لم تطفو ولم تظهر ألوان مختلفة، بالإضافة إلى أن الزملاء اللي من وزارة الطاقة ذهبوا إلى الموقع ووزارة المياه شاهدوا أن هنالك يعني رائحة التربة الطينية واضحة وليست رائحة النفط المعروف. طيب. نعم، واضح جدا. من أشكرك كل الشكر أستاذ صخر نسور، أوضحت أن المياه السوداء الموجودة في البحر الميت غالبا ما تكون طينية كبريتية من ذات البحر وليست نفطية بأي حال من الأحوال. تفضل بعجالة أرجوك أستاذ صخر. هي مناسبة أن ندعو بأن تعود المياه إلى مجاريها للبحر الميت لإنقاذ البحر الميت وسلامة ديمومته، لأنه ينحصر بمعدل متر إلى متر ونصف في كل عام، ولا أخشى أن نصل إلى سنة من السنين أن نفقد البحر الميت، فهذه مناسبة بأن تعود المياه إلى مجاريها. نعم. وننقذ البحر الميت من خلال ملف يقدم إلى مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بالبيئة والحفاظ على البحر الميت.